السلام عليكم إخواني أخواتي، لاباس عليكم، ماش أخباركم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. فيديو ديال اليوم على درس conditionals type 0 1 2 3 إن شاء الله بشرح مبسط وبالدارجة سهل جدا، غير خاصكم تعقلوا على القاعدة أشنو كتقول وما غتلقاو فيه حتى شي إشكال إن شاء الله. واللي عجبو الفيديو واستفد منه ما ينساش يدير لنا اشتراك القناة وشاركوه مع الأصدقاء للاستفادة، وأي تساؤل علموني في التعليق غنجاوبكم بالقريب العاجل إن شاء الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. عندنا general form ديال conditional كيكون فيها الجملة جوج ديال الجمل. الجملة الأولى اللي كنسموها الجملة الشرطية كنقولوا لها بالإنجليزية if clause، فيها if زائد subject زائد verb. اوكي، بالنسبه للريزلت كلوز اللي كنقولوا لها نتيجه الجمله كتكون من subject زائد verb. اوكي، حنا اللي كيهمنا هي الاف كلوز والريزلت كلوز. اف كلوز دائما ديك اللي كتبدا بداك الثرم ديال اف. اوكي، ريزلت كلوز كتكون من بعد منها، ونقدروا نسبقوا ريزلت كلوز على الاف كلوز. اوكي، واللي كيهمونا ثاني حاجه هما الفعل فاش مصرف. اوكي، بصفه عامه conditional describes the result of something، يعني الشرط او لا conditional كيوصف لنا نتيجه ديال شي حاجه that may happen in the present or future، اللي تقدر تكون وقعات في البريزنت او لا في الفيوتشر، or may happened but didn't in the past، او لا تقدر تكون وقعات ولكن ما وقعاتش in the past. هنا كنهضروا بالضبط على conditional type 3. اوكي، it also uses different english verb tenses، وكذلك كنستعملوا فيها مختلف ازمان الافعال. اوكي، نمشيو conditional type 0. القاعده شنو كتقول لينا؟ if زائد present زائد present. شنو كتعني هذه القاعده؟ if زائد present هنا كنهضروا على الاف كلوز، يعني الجمله اللي فيها if كنزيدوها الفعل مصرف لينا في البريزنت. اوكي، بالنسبه للريزلت كلوز يعني داك الزائد بريزنت الاخرى الفعل كيكون مصرف لينا في البريزنت. اوكي، مثال if this thing happens فيركول ديك فاسيله that thing happens. اوكي، فين هي الاف كلوز؟ اف كلوز هي الجمله الاولى اللي فيها اف، يعني اف زائد سبجكت زائد فيرب. اف ذيس ثينج، ذيس ثينج هو سبجكت، هابنز هذا هو الفعل كما قلنا في كونديشنال تايب 0. الفعل ديال اف كلوز كيكون مصرف لينا في البريزنت، يعني هابنز عندنا مصرفه في البريزنت. اوكي، مشو ريزلت كلوز ذات ثينج هابنز، ذلك الشيء يحدث. Subject هو that thing happens بصرف لنا في present. أوكي، لو هذا الشيء يحدث ذلك الشيء يحدث. أوكي، هذه القاعدة ديال conditional type 0. if close كيكون عندنا الفعل مصرف لنا في present، result close كيكون عندنا الفعل مصرف لنا في present. أوكي، بصفة عامة conditional type 0 شنو كيقول؟ used to talk about general truths. اوكي، يعني كنستعملوه باش نهضروا على general truth حقائق عامه. اوكي، or things which always happen او الاشياء اللي دائما اللي كتوقع. اوكي، example مثال if you heat ice it melts، الى سخنتي الثلج يدوب. if close هي اللي فيها if زائد الفيرب اللي هو heat. اوكي، هذيك heat مصرف لنا في present. اوكي، it melts هذه هي result clause، melts عندنا الفعل ديالنا مصرف لنا في present. اوكي، بجوج عندنا كيكونوا الافعاليه في if clause يا في result clause، الافعال عندنا مصرفين في present. سهل جدا conditional type 0. اوكي، مشو الconditional type 1. القاعدة شنو كتقول؟ if زائد present زائد simple future. اوكي،
يعني الـ if close الفعل ديالنا كيكون مصرف في الـ present وفي result close كيكون عندنا الفعل مصرف لنا في simple future. أوكي المثال if this thing happens هل if close عندنا مصرف فيها الفعل في الـ present. نشوفوا result close that thing will happen. أوكي الفعل مصرف لنا في simple future will happen. أوكي لو هذا الشيء يحدث ذلك الشيء سوف يحدث. أوكي هذه القاعدة لو هذا الشيء يحدث ذلك الشيء سوف يحدث يعني كان فرق كبير بين continual type 0 و type 1. أوكي بصفة عامة conditional type 1 called the real conditional هنا كيتسمى بالconditional الحقيقي. أوكي because it is used for possible or real situation يعني كيتستعمل في الحقائق أو عفوا الأحداث الحقيقية و أو الممكنة أحداث اللي ممكن تحدث يعني ممكن أنها كتحدث. Example if it rains today you will get wet. أوكي يعني if close هي if it rains today الفعل جانا مصرف لنا في present اللي هو rains. أوكي result close عندنا you will get wet. أوكي will get أوكي مصرف لنا simple future إلى أمطرت اليوم إلى صبت الشتاء اليوم you will get wet يعني غي فزغوليك حويجك you will get wet. أوكي rains in the present أوكي يعني if close الفعل ديالها اللي هو rains مصرف لنا في present بالنسبة result close اللي هو will get فعل ديالها مصرف لنا في simple future tense. أوكي conditional type 2 القاعدة شنو كتقول if زائد past simple زائد would زائد infinitive يعني اش يعني if close الفعل ديالنا فاش مصرف في past simple of result close كيكون الفعل على شكل would زائد infinitive. اوكي المثال اللي عندنا if this thing happened هذه هي if close happened. اوكي مصرف لنا الفعل ديال happened past simple result close that thing would happen. اوكي يعني كنديروا would زائد infinitive. اوكي لو حدث هذا الشيء ذلك الشيء يمكن ان يحدث يعني would happen. اوكي بصفه عامه conditional type 2 it refers to an action in the present يعني كيشلينا على واحد الحدث يعني في present that could happen يمكن يوقع if the present situation were different يمكن يوقع الا كان لينا الحدث في الحاضر كان يعني مختلف. اوكي example if I were rich I would buy a castle يعني if I were rich وهذا if close والفعل ديالنا اللي هو were يعني الverb to be مصرف لنا في past simple were. اوكي I would buy a castle الفعل ديالنا اللي هو would buy مصرف لنا فاش would زائد الانفينيتيف لو كنت تري لاشتريت قلعة. اوكي if I were rich لو كنت تري I would buy a castle لا لاشتريت قلعة. اوكي عندنا ال were in the simple past و would buy كتكتب على شكل would زائد buy فعل مصرفين في infinitive conditional type 3 القاعدة شنو كتقول if زائد past perfect زائد would زائد have زائد past participle of the verb. اوكي ال if close كيكون عندنا الفعل مصرف لينا في ال past perfect of result close كيكون الفعل على شكل would زائد have زائد past participle of the verb. اوكي المثال ديالنا if this thing had happened يعني had happened صرف لينا فاش في ال past perfect اللي كيتكتب على شكل had زائد past participle of the verb. اوكي بالنسبه result close
that thing would have happened. Okay? They would have happened. كان ديرو would زائد have زائد past participle of the verb. Okay? يعني شنو؟ لو حدث هذا الشيء كان سيحدث ذلك الشيء. Okay? بصفة عامة conditional type 3 refers to situation in the past. It is called the impossible conditional. يعني كيعني لينا واحد الحدث اللي كيكون في الباست في الماضي. It calls the impossible conditional. كيتسمى لينا الشرط الغير الممكن المستحيل. Okay? As the condition can't be met. لأن الشرط ما يقدرش يتلقى لنا لأنه أصلا it refers to the past. يعني شي حاجة اللي كتكون وقعات لنا في الماضي. Example: if he had been careful he wouldn't have had that terrible accident. If clause اللي هي if he had been careful فيها الفعل مصرف لنا في الباست بيرفكت اللي هو had زائد past participle of the verb to be اللي هو been had been. He wouldn't have had that terrible accident. يعني شنو كتعني لنا هذه الجملة؟ لو كان careful منتبه لو كان منتبها يعني لو كان كون كان رد البال he wouldn't have had that terrible accident. ما كانش غيوقع ليه هاد الحادث الفظيع. اوكي كما كتشوفوا would زدنا هذيك not واحد نيغاسيون زدنا have زائد past participle of the verb have اللي هو had. اوكي had been in the past perfect يعني had been اللي عندنا في if clause صرفنا في past perfect of result clause كيكون فعل على شكل would او لا would not ماشي دائما would not كتكون كيكون بعض الخطرات would وبعض الخطرات كتكون would not. اوكي زائد have زائد past participle of the verb اللي هو had. هذا هو الدرس ديال اليوم. يعني ماشي شي حاجه صعيبه بزاف غير خاصكم تردوا البال القاعده شنو كتقول فين ما كتشوفوا ديك اف كلوز الفعل ديالها فاش مصرف اوتوماتيكمون كيقول لكم ريسكم بان الريزلت كلوز ها كيفاش غيكون. عرفتوا بان الكونديشنال تايب 0 اف كلوز كتكون في البريزنت دونك ريزلت كلوز كتكون في البريزنت. كونديشنال تايب 1 اف كلوز كتكون في البريزنت اوكي هادي الا كانت for possible or real situations كتكون عندنا result clause مصرف علينا في simple future. conditional type 2 if clause مصرف علينا في past simple automatically result clause كتكون على شكل would have pardon would زائد فعل infinitive ما مصرفش لينا. و conditional type 3 كيكون في past perfect if clause والريزلت كلوز كتكون فيها الفعل على شكل would زائد have زائد past participle of the verb. هذا الشيء اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. هذا هو الدرس ديال conditional type 0 1 2 3 كنتمنى تكونوا فهمتوا لينا هذا الدرس مزيان وشكرا بزاف على المشاهده. الى فيديو اخر ان شاء الله دمتم بخير.